طب ايه يا ترى نوع التحاليل او الفحوصات اللي المقبلين على الزواج لازم ان هم يعملوها قبل الزواج؟ طبعا زي ما احنا قلنا، اول حاجه شجره العيله ده مش تحليل او فحوصات، اللي دي هو زي اللي قلنا صورة عليه الدم. بسسبكت او بشتبه في حاجه معينه. تاني حاجه بعض الفحوصات للامراض الوراثيه زي فحوصات انيميا البحر المتوسط، ودي من الحالات اللي منتشره قوي عندنا في مصر، والانيميا المنجليه، وبعض الفحوصات بقى للامراض المعديه زي الايدز والالتهاب الكبدي بي تايب بي والتهاب الكبدي تايب سي. طبعا مش راحوا من مصر ولا ما راحوش لسه طبعا، يعني. بس يعني الحمد لله المبادره قضت. احنا يعني عملنا سياده الرئيس عمل عندنا سبق غير حاجه غير مسبوقه في البلاد، لدرجه ان احنا ابتدينا ننقل خبراتنا للبلاد التانيه كلها. الحمد لله. بس ده ما يمنعش برضو ان لازم نطمن على الاجيال اللي جايه طبعا في حاجات زي. وطبعا بيقول لك حاجات بترجع تاني، يعني سمعنا انه السل رجع عمره، يعني اللي كان اختفى من العالم كله، يعني في بعض الحاجات برضو بترجع بعد فتره. طبعا اكيد اكيد امراض العصر. قولي لي حضرتك، يعني احيانا لو تم الجواز وما اتعملش فحص خلاص تم الجواز، انا عارف والام بقت حامل بره، يعني او سمعت ان هم بيقدروا يعالجوا الجنين لسه بطريقه ما. طبعا بوينت جميله جدا اللي حضرتك قلتيها. في بعض الامراض عندنا الوراثيه، انا ممكن فحوصات اثناء الحمل مهم قوي للام الحامل، فحوصات اثناء الحمل لازم كل ام من الامهات مش بس تروح تعمل سونار عند الدكتور، لا حاجات مهمه جدا زي انتوا حضراتكم عارفين مثلا على سبيل المثال الطفل الداون او بنسميه الطفل المغولي. ايوه. عن طريق اشعه تلفزيونيه متعدده الابعاد 3 دي او 4 دي بيثبت ان سمك الجلد اللي في ظهر الرقبه هنا اكتر من حاجه معينه، بيبقى 75% من الام ان الطفل ده اللي جاي لها داون. طبعا طريق تحليل لهرمون معين بس ده في انهي شهر بيتم التحليل ده؟ عادي جدا ما فيهوش اي خطوط. نعم. وهي حامل في انهي شهر؟ التحليل ده بيتعمل في الاسبوع ال11، يعني ما كملناش الشهر الثالث. وعن طريق تحليل دم ده بسيط جدا مش هيأثر اي حاجه على الحمل، بنقول 95% الطفل ده هيطلع داون او هيطلع طفل طبيعي. طبعا الانبوب العصبي المشقوق برضو تحليل الدم عاديه جدا بتطلع لي احتمال كبيره جدا ان الطفل ده، وده اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليه. طب انا لو عرفت دلوقتي ان في احتمالات كبيرة ان الطفل ده يكون عنده الانبوب العصبي المشقوق او السنسنة المشقوقة او المية اللي على المخ او اللي مسميها الهيدروكيفلس او بعض الامراض الخطيرة اللي ممكن تكون مميتة. احيانا بنوجه الام ان وقت الولادة تكون بتولد في مكان مجهز امراض عصبية، نيورو سيرجري او جراحة اعصاب، بحيث ان هي اول ما الطفل بينزل بيتم التعامل معه على طول. طب متوفر ده في مصر ولا لا؟ طبعا متوفر في مصر. بره بقى بيعملوا اللي حضرتك قلتي الجراحه في وقت الحمل، دي ما وصلتش عندنا لغايه دلوقتي. لكن ان انا اهابها انها تبقى عارفه وقت الولاده تولد في مكان في كل الامكانيات ان يقدر يتعامل مع حاله زي دي، فنقدر ان احنا ننقذ الطفل يعني بسرعه جدا ونقدر نعمله. وهل فعلا بيتم الشفاء؟ طبعا اكيد اكيد نسب الشفاء بتبقى اعلى بكتير جدا. الحمد لله. لما الطفل الجزء المفتوح ده ما يتعرضش لاي تاثيرات خارجيه، يعني اول ما اتولد ابتدى يتعمل له الجراحه ان انا ابتدي اتعامل مع حاجه زي دي. طبعا في امراض كتير، يعني احنا دلوقتي عندنا في التحاليل اثناء الحمل، في عندنا عينه بتتاخد بقى من السائل الامنيوسي او من الغشاء الاغشيه اللي هي محيطه بالجنين. دي بناخد خليه من خلايا الطفل في الحاجات دي، ولو انا عندي زي ما قلنا تاريخ مرضي مرض معين في الاسره وعندي نوع الطفره ببتدي ادور على نوع الطفره، لو لقيت نوع طفره يبقى الام حامله، الطفل اللي عندها ده عنده نفس المرض ده اللي هو ممكن يكون مرض خطير او مرض مميت، لو اكتشف بدري يبقى ممكن في حلول، لو اكتشف متاخر يبقى بنأهب الام عند الولاده للمكان اللي فيه التدخلات المناسبه. وكمان بنأهبها نفسيا ان انتوا هيجيلكوا طفل عنده المرض ده نفسيا، ان هم يكونوا مؤهبين لحاجه زي دي.